Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va, alhamdoulilah. Lui, inchallah, on va voir une leçon de lecture et d'écriture. Précisément, on va parler du son i. Lui, inchallah, on va parler la saut i. Qui va chanter, ou chna huwa, ou im chan qadron nitro. Donc, comme objectif de la leçon, un daf d'ars, i chna hiya. Premièrement. Deuxièmement, les différentes façons de lire i. Im chan qadron nqra i. Comment faire prononcer le i. Qui va chanter ntaq i. Quatrièmement, des exemples, on va voir un petit là, les fait le harf i, ou imtan klien ta harf i. Cinquièmement, on va voir en gros, chna ou le i, ou achi kam li chnaf le cours. Sixièmement, des exercices, bach n'tibarnou chi chouia. Donc, un i, c'est quoi? Chna ou le i had? I est une lettre qui fait partie des voyelles de l'alphabet français. Yann yad i, hiya harf. Mundem l'horof, les voyelles, li kainin fil horof l'faransiya. كما كنا كنعرفوا بين الحروف الفرنسيه كينقسموا لجوج الاجزاء لي كونسون اي لي فويال اي من لي فويال اي نقدروا نقولوا بانها اون لاتر بان راه حرف ولكن كذلك ماشي غير حرف كتابي ولكن حتى حرف صوتي وكان كيتمثل الصوت اي بهذا الشكل هذا اي كيكون ما بين جوج ديال المعقوفات ديفيرونت فاسون دو لير اي طرق العديده باش نقرا اي Donc, on a un exemple de l'exemple qui est un chauffeau. Il a un saut I. Il a un smet I. Il a un shift I. Il a un taqa I. Il a un smet I. Il a un taqa I. Il a un taqa I. Il a un shift I. Il a un taqa I. Donc soit شفتها soit سمعتها الا بغيت نعاود نقراها راه كتعني الصوت اي غادي نقراها بالصوت اي كان عندنا ليكزامبل الثاني الا شفت اي غريغ الا سمعت اي غريغ والا شفت اي غريغ غادي نطق الصوت اي يعني soit شفت اي غريغ ولا اي ولا سمعت اي غريغ ولا اي غادي خصني نطق الصوت اي يعني اي و اي غريغ سواء كتابيا سواء سمعيا كيمثلوا الصوت اي لا بوزيسيون دو لا بوش باش ننطق الحرف اي كيفاش خاص تكون الفم ديالي الفم ديالي كيفاش خاصو يكون دونك هنا بوغ بيان برونونسي لو سون اي il faut باش ننطق مزيان هاد الصوت اي خاص واحد لي كونديسيون اللي منهم بيان بوزيسيوني سا لونغ يعني اللسان كيخصو يكون في واحد الموضع جيد اول حاجه لسان اون با لا لونغ اون با يعني لسان يكون لتحت ما الفوق ما الوسط يكون لتحت و 1 سنتيمتر انفيرون ديسباس اونتر لا بوينت دو لا لونغ اي لي دون يعني ما بين الراس ديال لسان وسنانك التحتانيين يكون تقريبا 1 سنتيمتر هذه بالنسبه لا لونغ بالنسبه لا بوش اون دو بيان بوزيسيوني سا بوش بوش ليجيرمون اوفيرت يعني البوش الفم ما محلول بزاف ما مسدود يعني محلول بواحد شويه خفيف تقريبا 5 مليمترات ما بين السنان ديال الفوق والسنان ديال التحت كما كتشوفوا هنا في الصوره واخيرا بيان بوزيسيوني سي لاف يعني الشفتين كيخصهم يكونوا في واحد الوضعيه جيده باش ننطق الصوت اي لا لاف اتيغي فيغ لاريير يعني شنيف ديالي ولا شفتين ديالي مجبدين اللور بحال غنجبدهم اللور شويه بحال هكا وكننطق اي ملي كندير هاد لي بوزيسيون كاملين ديال اللسان ديال لا بوش اي دي ليفغ كنطق اي حنا ماشي هاد لي بوزيسيون غادي يخليوك تنطق اي ولكن كيعاونوك انك تاخذ الوضعيه الصحيحه والمريحه باش تنطق هاد الصوت هذا دونك اكزومبل غادي نشوفوا امثله على كلمات فيهم الحروف ديال اي في البدايه في الوسط وفي الاخير عندنا نيل جزيره يا نورمالمون لو اي خص يكون هنايا بشابو ولكن غير كوم اكزومبل اون ايل ايل سيزو مقص سيزو سيزو بلوي بلوي يعني الشتا هنا غتقولوا لي لا راه ما جاش في الاخر الكلمه حيت هذيك الاو سي اون ليتر موات هذيك الحرف حرف صامت داكشي علاش تحسبات الاي هي الاخرى الا جيتو تلاحظوا في النطق ديالي بلوي يعني اي جات في الاخر Donc comme conclusion, I est une lettre de l'alphabet français.
كما قلنا بلا اي كينتمي الحروف اللغه الفرنسيه. لوغسكون بارل دو لا برونونسياسيون ديالها ملي كنبغي نهضر على لا برونونسياسيون ديال هذا الحرف هذا كيخصني نقول الصوت اي وماشي الحرف اي لحقاش ما بقيناش كنكتبوا ولينا كنهضروا ويلا هضرنا يعني كيعني الصوت دونك هنا كنهضروا على الصوت. لوغسكون نيكوت اي غريغ او اي اون برونونس اي يعني سوا سمعت اي غريغ سوا سمعت اي غادي ننطق اي. لوغسكون فوا اي غريغ او اي اون برونونس اي يعني سوا شفت اي غريغ ولا شفت اي كيخصني ننطق اي. بور بيان برونونسي لو سون اي il faut avoir يعني باش ننطق الصوت اي مزيان كيخاص لا لونغ اون با يعني اللسان لتحت بوش ليجيرمون اوفيرت يعني الفم محلول واحد شويه كما قلنا او لي ليفغ اتيري فيغ لاريير يعني شفتين يكونوا مجبدين اللور. اون فوا فوار كيلكوز ديكزيرسيس بور ميو كومبروند غادي نشوفوا شي تمارين باش نفهموا اكثر. لو فيد كومبرون اون لتر اي يعني في الفراغ راه كاينه حرف اي حاول انك تنطق الكلمه زيد الحرف اي في الفراغ وحاول انك تنطق الكلمه صحيح. دونك عندنا الاولى غيس غادي دير اي وتتبعها بغيس هذا نوع ديال الورود كاينه هادي اند ان اند ان كاينه اي تما هادو الهنود الحمر كيقولوا لهم لي زان ان الا زدتو الاي غتعرفوا شنو تعني. وهادي لو درابو ديال لا سيري الرايه ديال البلد سوريا نأملوا من الله ان ربي يفرج على دوك الناس. دونك هنا سير الا زدتي اي وكما قلنا غادي تقولوا لي ما جات في الاخر الكلمه هذيك الاو سي اون لتر موات يعني هذاك حرف صامت ما كتنطقش. دونك ميتي لا فيديو اون بوز اسيي دو بيان ريفليشير اي اون باس ا لا كوريكسيون. دونك الاولى ايريس إيريس بالنسبة للمو الثاني أنديان 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 دي زانديان. إي بور لو تخوازيام مو سيري لا سيري. دونك نوتر فيديو توش à sa fin. Je vous dis merci de bien suivre cette leçon. J'espère que la vidéo vous aura plu, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. J'aime la vidéo, bien sûr. Kan ma'akoum Mohamed Mellaché, le français de Derija. Kan goulkoum, tchallah frasko.